نروح للوجه الجميل، الوجه الحسن في مجتمعنا المصري، الوش الحلو الحقيقي للمصريين. فين امبارح كنت اقول ايه؟ لو خدتوا بالكم كنا بنتكلم على السياحه، قلت احنا لازم كلنا نبقى مواطنين قادرين على حمل صناعه السياحه والتحليق بها عاليا، يعني تصرفاتنا واخلاقنا وطريقتنا مع السياح. شوف المصريين عملوا ايه في التعامل مع السياح بعد ايام كده من القبض على متحرشين بالسائحات. مرشد سياحي يقرر انه يشيل سائحه على ظهره لمسافه طويله بعد ما اصابتها ضربه الشمس. ادي الصوره قدامكم. هل في حاجه في الدنيا تجبره يعمل كده؟ لا. هل هو مطالب؟ لا. هل هي جزء من متطلبات عمله؟ لا. الست ما استحملتش الشمس بتاعتنا في اسوان، فتطوع مشكورا كرجل محترم مهذب مصري جدع كما جرت العادة انه ياخدها على ظهره بس لحد ما ايه توصل لمكان ظليل تقدر تستريح فيه. معانا على التليفون محمد علم الدين، مرشد اللغة الفرنسية وابن مدينة إدفو محافظة أسوان البار. ازيك يا محمد؟ ازيك اخبار حضرتك؟ عامل ايه؟ اخبارك ايه؟ مساء الفل عليك. عامل ايه؟ كله تمام؟ الحمد لله رب العالمين تمام. عملت كده ليه يا محمد؟ أول حاجة شكرا على المقدمة الجميلة لحضرتك عملتها. يا أخي ده احنا اللي نشكرك، شرفتنا والله، حقيقي شرفت كل المصريين. ربنا يبارك حضرتك يا رب العالمين. قول لي الحدوتة بقى بدأت ازاي؟ ايه اللي حصل؟ والله حضرتك احنا كنا في رحلة في بخرة سياحية في منطقة بحيرة ناصر ورا السد العالي. أيوه. فدرجة الحرارة فعلا كانت شديدة جدا. فهي أصيبت بضربة شمس مع الإجهاد، مع الوقت كان وقت الظهيره الساعه 1 والكبر السن بتاعها، فالقيت على الارض، يعني وقعت خالص على الارض. يا خبر ابيض، ما استحملتش هي الحراره بتاعتنا؟ لا 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 لا، ما بيستحملوش هم. وبعدين وقعت بقى؟ وقعت بعدين. انا الحقيقه انا وزميلي كان هي مش كانت معايا انا في الجروب بتاعي، كانت مع الجروب بتاع زميلي الاستاذ مصطفى. ايوه حلو. لقيتها كده فبقول له يا مصطفى يعني هنعمل ايه؟ وجوزها يا عيني قاعد واقف وعمال يبص، طبعا مش عارف يعمل حاجه، هو كبير في السن. ما هو راجل كبير في السن برضه، فمش هيقدر يعمل حاجه يا عيني. بالظبط كده. فشلناها انا وهو مع بعض كده. مسافه بتاع 200 300 متر. مش قليله وحر. ورمله على رايك. وهي يا عيني يعني حضرتك تخيل كانت بتتكلم، فبقول له بتقول يا مصطفى، بيقول لي بتقول انتوا تعبتوا خالص بدلوا. بدلوا بدلوا، يعني كل واحد يجي من ناحيه كان يمسك ايده يمين ايده الشمال. لذيذه كده يعني. وبعدين؟ بعدين مصطفى تعب خالص يعني، قال لي انا دخت. كنا صايمين، فقلت له طب خلاص، فلسه بوقفها مش عارفه تقف، يعني مش عارفه تقف، مفيش مكان دل. قلت له طب تعالى على ظهري بقى، يلا المسافه الباقيه دي لحد المركب. ووصلتها لحد المركب الحمد لله، وصلت سليمه والحمد لله فائت بعدين بالليل وبقت كويسه وكملت الرحله بتاعتها ما شاء الله يعني الحمد لله. طب ده حاجه كويسه جدا. انت كنت متصور يا محمد انه ده حاجه الناس كلها تتكلم عنها بالشكل ده؟ يعني كان في حاجه في دماغك؟ هو الحقيقه يا استاذ يوسف ان لما حصلت كده احنا كنا اخر اثنين مرشدين قاعدين انا وزميلي مصطفى، فما فيش حد معانا، فمش حد بيصور. في نهايه احنا ولسه داخلين المركب، الصوره الوحيده اللي خدها لينا زميلنا عبد الناصر. ايوه. هو كان مستنينا في المركب، فراح لما لقانا داخلين كده فراح مدي صوره. واخونا عبد الناصر بقى هو اللي نشرها؟ وانا ما عرفتش بعدين غير بعدين باسبوع، يمكن بعدين باربع ايام مثلا، لما شفت زمايلي بيبعتوا لي يلا ده انت ترند يا محمد. ايوه. والصوره اللي انت عملتها، طب ازاي ده الاستاذ عبد الناصر كتب موضوع مش عارف ايه وبقى شير من واحد للتاني؟ كصورة إيجابية يعني بقى المرشدين يتنقلوها. طبعا. والله يا محمد أنت عملت ده بدافع إنساني، ولا في دماغك لا صورة ولا زي ما بيقولوا ولا حمد ولا شكرانية، أنت عملت ده من قلبك يعني. والله أنا عايز أقول لحضرتك حاجة، هو إحنا عندنا الزبون لما بيجي أو السائح لما بيجي مصر، إحنا كمرشدين عامة يعني عندنا المثال اللي هو نشيله فوق عيننا وراسنا. طبعا طبعا. أنت أسوان يعني يا محمد؟ من اسوان. ايوه احسن ناس، اسالني والله العظيم. انا كنت عندكم في اسوان في وقت السيل وكده، انا في حياتي ما شفت احلى ولا اجمل من كده.
ربنا يبارك في حضرتك، حضرتك اللي زوج. اه والله ده بجد ده حقيقي والله، احلى من بلدياتي بس يعني تمام. فاحنا عندنا السياحه دي اكل عيشنا، والسائح ده بنعامله كضيف. صح. يعني الموقف ده حضرتك يعني كل يوم بيحصل مع كل المرشدين، يعني اي موقف بيتعرضوا له ده السائح لازم يدي له صوره طيبه عن مصر يرجع طبعا بيها عشان يجي هو تاني ويجيب قرايبه ويجيب اصحابه، يبقى دعايه كويسه لينا. فمهمتنا كلنا ان احنا يعني السائح ده يبقى مبسوط وهو راجع، سمعه جيده ومحترمه وكويسه تفرح الناس بينا بره، يعني اللي هو انا رحت مصر وحصل كذا، وبيحكي صوره زي دي لما بتنتشر بتخلق الحقيقه صدى واسع جدا ايجابي جدا. بالظبط هو ده، بالظبط هو كده، هو كل واحد في المنظومه اصلا له دور لازم يقوم بيه عشان السياحه عامه تعود على مصر كلها بالخير. خد بالك يا محمد، انت كان ممكن ما تعملش كل ده، وكان ممكن تاخد بعضك وتجري تروح على المركب وتطلب انه حد يجي ونعمل كذا ونسوي، لكن انت وزميلك وصديقك اتصرفتوا بسرعه وبعفويه وبانسانيه، وده المهم بصراحه. هي فيها عفويه فعلا، هي بصراحه يعني الناس مش واخده بالها، يعني فاكره ان احنا عملناها عشان الصوره، الصوره دي في اخر حته يعني دي عند المبدا الدبل، لا لا وانا مصدق الحكايه ما كانتش مقصوده خالص ولا في الدماغ ولا اي حاجه خالص. انا يعني وكل الناس مصدقينك بصراحه، يعني كل الناس كانت فرحانه جدا بالصوره لانه مصدقين الصوره، مفيش حاجه تجبرك في درجه حراره 40 تعمل كده يا محمد يعني. والله وفي عز الايام، رب العالمين وفي عز الايام رجالة والله أصوات الدعاء. والله حضرتك يعني لو تكرر الموقف ده مع أي مرشد هيعمل برضو كده، يعني المرشدين كلهم نفسهم السياحة ترجع زي قبل 2010 والدنيا تبقى حلوة وترجع الأيام اللي هي الجميلة بإذن الله. محمد ترجع أحسن من قبل 2010 علشان مصر تستحق أكتر من كده بكتير، وإنتوا الحقيقة تستحقوا أكتر من كده بكتير قوي 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 قوي، استحملتوا كتير يعني كلنا عارفين بصراحة. أنا بشكرك جدا 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 جدا، شرفتنا بالمعنى الحقيقي والحرفي والكامل ونورتنا بصراحة يا محمد. كل الشكر لمحمد عالم الدين، مرشد اللغة الفرنسية، ابن إدفو أسوان، صاحب هذه الصورة الشهيرة.